الفيصلي والبسيتي للبحريني كانت مباراة في البطولة العربية. أنهى الفيصلي السعودي أول لقاء خارجي له بانتصار على مضيفه البسيتين البحريني بهدف دون مقابل. المباراة لم ترتق للمستوى المأمول، واستطاع الفيصلي حسم اللقاء عن طريق ضربة جزاء في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء. تقدم لها نابي سوما ووضعها بكل ثقة على يمين الحارس البحريني. ينتهي اللقاء بهذا الهدف، ويحصل الفيصلي على النقاط الثلاث التي جعلته في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تراجع البسيتين للمركز الثالث والأخير بنقطة واحدة.